بعيداً عن ضجيج الحياة وضغوط وهموم العمل، يلجأ السوريون إلى ارتياد المنتزهات الشعبية التي تتسم بالبساطة والأجواء الهادئة والطبيعة الساحرة، ولعل أحدها في ريف حمص الغربي، حيث يعد منتزه الكيمة الشعبي بمنطقة وادي النضارة الوارف الظلال أحد هذه المنتزهات التي تشهد إقبالاً شعبياً مع بدء موسم السياحة. قررنا نطلع هيك مشوار يعني بهالجو الطبيعي وتغيير جو، ونلاقي احلى من قعدة مطاعم والمنتزه، جو طبيعه ونظيف، وهيك الواحد بيطلع اكلاته يعني وشرباته، من الاولاد بينبسطوا بالجو بالمي والقعده نظيفه وحلوه. هالاكل اللي ناكله بالبيت يعني هو نفسه بدنا ناكله هون، بس هون في ميات وفيات وشجرات حلوين، وجينا جمعنا بعضنا وجينا لهاني، وبتمنى من كل اهالي سوريا والمغتربين يجوا على هالمنطقه الحلوه هون. وطبيعه كثير خلابه والعالم كثير هون مبسوطه، وجلسه كثير رائعه بوجود الاحباب كلهم هون. رغم حدثه انشائه الا انه بات مقصدا سياحيا شعبيا لدى الكثيرين من جميع المحافظات السوريه وكذلك المغتربين، مع توفر الخيارات الواسعه امام الزوار من حيث احضار حاجياتهم وطعامهم او طلبه من المطعم باسعار رمزيه. والعالم نفسها هي بتقرر شو بدها تاخذ، تجيب اكله معاها، بجيب أكلة معها وبتاخذ يعني ببيتها طبعا. وأنا بالنسبة لي أنا أسعار رمزية باخذ منهم، وطبعا لكل العالم سواسية عندي إياها. نحن بنجيب أغراضنا كلياتها، بس بياخذوا حق الكرسي 3000 ليرة و500 بس هي يعني، وفي مطرب وفي حفلة وفي شعب أحلى شعب. جاي صيف عند أهلي وشوف أهلي وأحبابي وناسي، ومبسوطة معهم بالقعدة الحلوة، وإجينا اليوم لعند فادي منتزه الكيمي ومبسوطين بالأجواء الحلوة وأكيد بلمة الأهل. عندي إخواتي بأستراليا بقول لهم كثير نحن مشتاقين لترجعوا لهون لحدنا الوطن، ونجتمع نحن وياكم سوا ونقعد هالقعدات الحلوة. أوقات جميلة تمضيها العائلة السورية ويراها البعض أشبه بالمجانية، فالمنتزه الشعبي هنا يبدو متخما بضيوفه أصحاب الدخل المحدود. ارفعوا إيديكم خلينا ناخذ سيلفي على الأفضل. يلا لفوق. من منتزه الكيمة الشعبي بريف حمص الغربي، شيرين العلي، الإخبارية السورية.